هناك تفاهم كبير من الحكومات المحلية خلال زياراتي هذه الفترة للمحافظات، خاصة في الفرات الأوسط، لأن هذه محافظات مهمة جدا، هي تعتمد على الزراعة، تعتمد على هي المحافظات الزراعية المهمة، يعني الحقيقة اللي مياه تأثر عليها. لكن بالرغم من هذا تفاهم جيد وشعور بالمسؤولية، وأنا متأكد نتيجة هذا التكاتف راح نتجاوز هاي المحنة. معالي الوزير، ممكن أن تصل الحكومة العراقية إلى تدوير قضية المياه باعتبار أن هناك معاداة؟ شوف، هو الحقيقة أكو نقطة حيوية، أنا طبعا إحنا الموضوع التدويل لدى الجارتين ما مقبول، يعني ما يتقبلوه، اللي يريدون هو أفضل حل هو أن نصل إلى اتفاقات ثنائية سواء مع جارة تركيا أو جارة إيران، هذا أفضل حل. بس هذه تعتمد على سياسات، على مواقف، على كثير من الأمور. إحنا نسعى إلى، أنا الحقيقة شخصيا اعتمدت في هذه الفترة اتباع الدبلوماسية الهادئة، ما حبذت أن أصعد الموقف، لكن بأسلوب هادئ ودبلوماسي. حاليا بالنسبة للجارة إيران، نهر الكارون مفتوح، شط العرب مياهها في أقصى الجنوب حذبة، وهاي لفترة كانت، يعني حوالي صار 4 أشهر من الزيارة الأولى لحد الآن هناك مياه، هذا تطور إيجابي. إضافة إلى هاي قالوا عندنا يعني في عدة ثقات أنه عندهم استعداد للتعاون. بالوقت اللي كان شعارنا سابقا أن ندخل أو ندول الموضوع أو ندخل منظمات دولية، لكن حتى المنظمات الدولية أيضا ما تشجعنا بهذا الاتجاه. أنا ملتقي بالمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، ما تشجعنا أن نروح باتجاهات، يعني أفضل حل هو التفاهم، أفضل حل. إحنا تربطنا علاقات جيرة طويلة مع جارتين، تركيا وإيران، حدود واسعة، مصالح مشتركة، يجب أن نعمل على، لكن لازم نفكر بحقنا، هذا حق العراق، حق شعبنا. إحنا بلد الرافدين، نهرين لازم يبقيان، نهرين حيويين، لا نخسر هذين النهرين العظيمين.